حنا كامل عندنا الشغف. الشغف هو شي حاجه اللي انت كتبغيها بزاف واحد الدرجه ما كتصورش وباغي انك تتبعها في حياتك. ماشي ضروري انك تتبعها، ولكن ما تبقى ديرها يوميا او لا. يعني شي حاجه اللي انت كتبغيها بزاف. بالنسبه لي انا really passionate. يعني انا يا شغوفه في بزاف د الحوايج. انا نعاود لكم بشويه 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 بدا البليزي طاب. انا من كنت صغيره كنت كنتفرج في سبيس بحال كاع الناس العربيين، كما كان حنايا الجيل الذهبي. المهم كان واحد الرسوم سميتو ايميلي. هذا الرسوم هذا ما عرفتش واش عقلتو عليه ولا لا. كانت ايميلي اللي هي البطله ديال داك الرسوم كانت كتكتب، يعني شغوفه بالكتابه. المهم يعني انا بقيت نشوفها كتكتب، وانا في واحد القاعده يعني ملي كنشوف الواحد كيكتب، ملي كنشوف واحد كيدير شي حاجه باغيها، شي حاجه اللي يعني بحال شي حاجه باشن ولا شي حاجه ديال الشغف، كنولت انا بغي بحال داك الحاجه نيت بالضبط. صافي وليت حتى انا في داك الزمان وليت باغا نولي كاتبه. قلت له المهم ماما، قلت له المهم، قالوا لي المهم حتى هما اصلا عرفني كانت فلا، قالوا لي اصلا الكاتبه ما كتربحي فيها والو، المهم راكم عارفين. صافي المهم دهس واحد الوقت ونسيت الكتابه، دهس واحد الحاجه اللي هي الغناء. الغناء عندما انا صوتي هو شويه غليظ، يعني ملي كنغني كيكون غليظ، يعني حسب انا واش بغيت نغني ولا غليظ. المهم ولكن هو غليظ بحال المهم يعني تقريبا كيشبه شويه صوت شاكيرا. المهم صراحه ما نكذبش عليكم، كيشبه شويه صوت شاكيرا. صافي وكنا انا وبنت خالتي مبلين بالغناء. من بعد ندوزو لحاجه اخرى، المهم شويه بشويه. المهم كنا مبلين بالغناء وصافي، كنا كنموتوا على الجسمي بقى، قلتها لكم في الفيديو ديال الاسئله والاجوبه. صافي كنا كنغنيو، صافي حنا واحد اللحظه قررنا ان نكتب اغنيه. وبنت خالي هي كان عزيز عليها مع لونغلي، يعني لونغلي كانت عزيزه على المهم زعما كانت عندها معاه، ماشي بحالي انا ديك الساعه ما كنتش كنعرف لونغلي. صافي ما كنت كنعرف فيها والو كاع. المهم هي كانت كتكتب في الكلمات وانا كندير اللحن. صافي من بعد درنا الكلمات وجمعنا الاغنيه وحفظناها. مرة جاي من تلاقينا عاوتاني مشينا هبطنا الجردة ديال دارنا هاد الدار نيت وصورنا فيديو كليب. زعما ذكريات. المهم صورنا فيديو كليب، ديك الساعة ما كنتش كندير الزيف. صافي انا صورتها وهي صورتني، انا صورتها بطريقة واعرة. المهم صافي ولحت الفيديو انا ديالي في يوتيوب، هي ما بغاتش تلوها. وصراحة فيديو ديالي انا جا خايب، هي صوتي جا زوين يعني عادي، ماشي زوين ماشي خايب، وصوتها هي جات مزيان. المهم لحقت الفيديو في يوتيوب في 2012، في سنة 2012، يعني 7 سنين من دابا. لا ماشي 7 سنين، قل شي 6 سنين، لا 5 سنين كنحسب في دماغي. المهم شي 5 سنين من دابا لحقت هذاك الفيديو. ولكن المهم لحقت بوبليك في الاول وفي الاخر بديت كنشوف واش لوحو. المهم زعما قلت ما نلوحوش بوبليك، ما بغيتش كلشي يشوفه. درت لي نون ريبورتي، يعني ما يمكنش واحد يشوفه حتى يكون عنده رابط ديال داك الفيديو. المهم دازت 4 سنين نسيت الفيديو حتى لهاد 2016 شهر 23، ماشي 2000، المهم في سنه 2016 قررت ندير قناه جديده ما نبينش فيها وجهي، ماشي هي هذه. صافي لحت اول فيديو كنعقل عليه هو كيفاش انك تذوق الكاس ديالك. المهم صافي ومن بعد بني داك الفيديو تفكرتو ومشيت نقلب عليه، وكان عندي ريغول حيت انا المهم داك الساعه نسيت على المود باس، حيت 5 سنين بزاف نسيت على المود باس. صافي المهم مشيت درت ابلاغ لداك الفيديو، يعني راه فيديو رام ديالي وخداه ليا. صافي مسحوه الحمد لله الشهر مشات. صافي المهم درت قناه اللي هي المهم تفرضت ليا، كانت فيها 73 مع 63، و يلا كنت درت شي مع شي ربع د الفيديوهات مع شي حاجه بحال هكاك شي جوج ثلاثه اربعه. صافي ودخلت بانوا لي قالوا لي راه بدلتي المود باس، انا بدلتها المود باس، مشيت كونفيرميت ليميل، قالوا لي راه المهم قالوا اخر كونيكسيون كانت من الاردن. صافي عرفت شي واحد غيبيراتي. المهم دابا انا كنرجع المود باس، كياخذ رجعو كنرجعو كيرجعو. صافي فلاخ خدا لي فيسبوك وخدا لي الانستغرام واليوتيوب، حيتاش كندير نفس الايميل. ونصيحه مني ليكم بغيتو تبداو في يوتيوب ولا شي حاجه بحال هكاك، ما عمركم ديروا الايميل نفسه اللي في اليوتيوب، نفسه اللي في الفيسبوك، نفسه اللي في انستغرام، حيتاش اللي درتهم كاملين الا مشى لك اليوتيوب غيمشي لك فيسبوك انستغرام، الا مشى لك انستغرام غيمشي لك كاملين. يعني اللهم دير اليوتيوب بوحدو والفيسبوك بوحدو انستغرام بوحدو، داكشي اللي دايره باش كاع الا مشى اليوتيوب ما يمشيش داكشي الاخر، كاع الا مشى انستغرام ما يمشيش داكشي الاخر.
وهذا الشيء اللي دايره. المهم صافي خدا ليا قال ليا المهم بغى يرجعوا ليا وقال ليا هدرت لك ستيكو غيزي وداك العجب صافي وانا ما بغيتش ناخذه. المهم بدلت درت قناه اخرى اللي هي يعني في 3/26 قريب يكمل عام صافي وكنلوح فيديوهات. ودابا انا حاليا كنكتب واحد الروايه يعني هي روايه صراحه في الاول ما عرفتش نكتب كتاب عادي ولا روايه ولكن من بعد قررت اني ندير روايه يعني روايه اكثر يعني منجحه اكثر من الكتاب عادي ولكن في الاخر غنديرهم جوج يعني نكتب روايه هي الاولى عاد عاد كتاب عادي يعني اي واحد يقدر يكتب اذا كنتوا باغيين تكتبوا نتوما شي حاجه جمع زعما راه سهل بزاف خاصكم غير تكتبوا كتاب ديالكم يكون المحتوى يكون زوين ما فيه حتى شي اخطاء عاد تمشوا لهذاك ديال الطباعه والنشر وما الى عجبهم الكتاب ديالك راه غادي ياخذوه وينشروه ما عجبهمش خاصك تبدا تحاول صافي هادشي اللي كاين الروايه غادي تكون خياليه يعني فانتاستيك ومهم غدا نشرها معكم وندير على مسابقه اكسيتيرا ميدخل ان شاء الله غنحاول نديرها في هذا العام. المهم صافي هادشي هادشي كامل عاودت لكم على قبل انكم تعرفوا الشغف يعني الشغف انا خاصه بالنسبه لي الشغف ديالي كيتبدل من حاجه لحاجه من حاجه لحاجه من حاجه لحاجه. المهم زعما وتا نتوما اذا كنتو كتبدلوا حاجه لحاجه ماشي مشكل يعني الناس كيقولوا هادشي ما مزيانش انك تبدل بقى في حاجه واحده ولكن نتوما ديروا الحاجه اللي بغيتو يعني نتوما ما ديروش فينا صافي. شكرا بزاف على حسن المتابعه وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نفعكم بزاف في الحوايج يعني حاولت انني نتطرق بزاف في المواضيع فكنتمنى انه يكون نال اعجابكم. اذا نال اعجابكم عافاكم شجعوني بلايك وديروا سبسكرايب اذا كنتم ما مشتركينش وركوا على الجرس لحد سبسكرايب باش من لوح الفيديو وصلكم دغيا. وشكرا على حسن المتابعه وكتبوا لي تحت الفيديوهات اللي باغيين نصورها وشكرا.